طلعك. جاي تشمت ولا تتشفى يا ابن الانصاري؟ جاي تشوف عدل ربنا. وانا وعدتك اني لازم احضر اعدامك. وعد الحر دين عليه. طب وعد على وعدك. الحكايه ما خلصتش على كده يا ابن الانصاري. استغفر الله العظيم، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من الخطايا والذنوب، وعزمنا وصممنا على أننا لنعود إلى المعاصي أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله.